كابتن احمد، الشوط الاول النهارده الاسماعيلي كان شوط جيد جدا. الشوط الثاني يمكن الاداء قل شويه، ربما الاهلي حاول يهاجم اكتر الشوط الثاني، بس الاسماعيلي في مجمل اعماله الموسم ده كان موسم صعب جدا، وقدر بسرعه يلم نفسه في اخر الموسم. ما فيش شك، من اصعب المواسم اللي مر بيها النادي الاسماعيلي، بدايه غير موفقه. اعتقد ان احنا جه في وقت يعني اعتقدنا ان النادي الاسماعيلي ممكن نروح لحته مش كويسه خالص ويبقى في لا بشكل واضح كان الفريق بيصارع الهبوط في وقت من الاوقات، كان اخر الجدول بالظبط يا كريم. بالورقه والقلم كان النادي الاسماعيلي مهدد، ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مع المجموعه اللي جت، الجهاز الفني اللي جه بقياده كابتن حمزه، قدروا يعملوا شغل، قدروا يرجعوا شويه الثقه للعيبه، النتائج اتحسنت، وصلنا لمركز قدر يطمننا شويه. ولكن مش ده المقبول ولا ده اللي يرضي جماهير الاسماعيلي. انت بتتكلم في ثالث اضلاع الكره المصريه طبعا، فطبعا انت ما ينفعش ولا حد هيقبل ان النادي الاسماعيلي يوصل للمرحله دي. ما فيش كلام ان احنا عندنا مشاكل بقالنا فتره، صح؟ مش السنه دي بس، احنا بقالنا فتره، واللي حصل السنه دي ده ناتج سنين كتير. ولكن التنظيم في الحته الاداريه سيء للغايه، والوعود اللي اتقالت قبل الانتخابات السنه دي كانت وعود كاذبه وما حصلش منها حاجه. فاعتقد ان لو ما فيش وقفه قويه من دلوقتي نقدر نصلح بيها الاخطاء اللي حصلت السنين اللي فاتت، اعتقد ان الاسماعيلي هيبقى في كارثه اكبر السنه الجايه من السنه دي. هكلمك عن المستقبل.